حضرتك. عليكم السلام ورحمه الله. كل سنه وحضرتكم طيب. طيب الله يخليك. مصلك والله انا عندي سرير بس لازق في رجله جردل كده، فقلت ممكن تشنج. لا مفيش تشنج عندنا والله. مفيش اي. لا 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 لا. طب في عندكم سراير؟ اه موجود ان شاء الله. طب ممكن تقول لي فين عنبر السراير؟ عنبر قصدي قسم السراير عندك كده على اليمين. يمين كده؟ اه يمين كده. طب انا متشكر جدا. شكرا. سراير حلو ما بتزيقش. لا ما بتزيقش بجد والله. ان شاء الله. بس انا ما بحبش اللي بيزيق بيفضح في الحكايه. خد البرشام ده هيريحك لغايه ما تجي لي المستشفى وتدخل على قسم الاعصاب عدل. حاضر. بس شوف الحل ارجوك. انا العيال ابتدت تخاف مني في البيت. اعمل ايه؟ اسيب البيت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ثانيه واحده بس اتكلم مع الدكتور. يا دكتور. طب انت عندكم سراير في العياده؟ لحظه واحده من فضلك. لحظه واحده. حاضر. خلاص يا دكتور. اعتبر المكان مكانك، تمام؟ والكرسي خلاص اتحجز باسم حضرتك. تمام. هذا السرير ده كتم للصوت وده اللي هدف العنتاب لي. أمرني الله الحلوة دي. ربنا يخليك. ربنا يخليك والنبي. بس عشان أنا يعني بفزع شوية من الحركة دي. هل أنت كنت واقف مع الدكتور ألف لا بأس شر عليك؟ كنت بتاع بخصوص البق ده عيان. ألف لا بأس شر عليك. الحمد لله. بقول لحضرتك إيه النبي؟ هو السرير اللي هناك ده كم هذا السرير؟ آه ده؟ آه 4500 جنيه لحد البيت. وحساب العربيه عليك يعني كله 4800 جنيه. لا 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 مش عايز الناس حاجه اوطى من كده. انا حاجه اوسخ من كده شويه. في ده 900 جنيه بالمشال. اه ده حلو قوي. ده انا جربته. حلو. انا جربت ده عملت كده وكده فكت من الصوت ما شاء الله. بكام حضرتك؟ 900 جنيه بالمشال لحد البيت بالمشال. اه طب لو انا جيت شلته من هنا يبقى بكام؟ ب 800 جنيه. طب لو انا جيت نمت عليه هنا بكام؟ والله انت ظريف جدا. ايوه قوي. ضحكتك عصا والله. بقول لك مره واحد دماغه مشغوله قال له فين واتصل تاني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انت عصا والله. ربنا يخليك. طب السرير ده هاخده ان شاء الله. هقعد ادفع الفلوس هنا في الكوافير؟ لا الكاشير هنا اكسلانس. حلو قوي. طب والسرير ده سكن امس يعني هيوصل في خلال قد ايه؟ لو دفعت الفلوس النهارده هتاخده يوم الخميس. الخميس 22 بعد بكره. ايوه مرسي يا وزير الانسان.